تنعقد الدورة الثانية للجنة المركزية وفقا للقانون الأساسي من أجل استكمال هيئات الحزب بما فيها اللجان الدائمة وعددها 4. واستمعنا إلى كلمة الأخ الأمين العام للحزب الذي شرح فيه برنامجه ونظرته لجميع الجوانب السياسية والتنظيمية للحزب بما فيها عرض إنشاء لجان غير دائمة سوف تساعد هياكل الحزب في عملها وكذلك تساعد في تطبيق برنامج الحزب المتكامل. وأيضا سوف تنتهي الدورة بعرض تشكيلة المكتب السياسي على أعضاء اللجنة المركزية من أجل المصادقة عليها، وبالتالي فيما بعد ينطلق العمل الفعلي التنظيمي والسياسي بالنسبة للحزب.